بالتأكيد فن الإنشاد الديني هو فن مصري مهم وفن مصري مؤثر من المحيط للخليج. علشان كده طبيعي إن يكون عندنا أصوات مميزة جدا في هذا الفن العظيم، فن الإنشاد الديني. حقيقي، وإحنا النهاردة زميلنا أحمد الحسيني بيقدم لنا فقرة مميزة جدا من مدرسة تعليم الإنشاد الديني اللي خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب. ويمكن المفاجأة النهاردة إن ضيفتنا وضيفة الفقرة هي منشدة وهي منار أحمد. خلونا نشوف منار في التقرير اللي جاي. رمضان جانا وفرحنا بعد غياب وبقالوا زمان، غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. الجميل في مدرسة الإنشاد الديني إنها بتجمع أعمار سنية مختلفة، تجمع مجموعة من الفتيات والشباب منهم صغار السن ومنهم في متوسط العمر. النهاردة معانا موهبة شابة جديدة، هي المنشدة الشابة منار أحمد، وهي عندها 22 سنة من محافظة الجيزة. أهلا بيكي يا منار وكل سنة طيب. أهلا وسهلا بحضرتك. قولي لي، أنتي بقالك قد إيه في مجال الإنشاد؟ أنا بنشد من وأنا تالتة ابتدائي في إذاعة المدرسة، وكنت في بحضر حفلات عندنا في البدرشين كده، وبعد كده بقى عرفت مدرسة الإنشاد وحبيت إن أنا أقدم فيها وأتعلم التراث الإنشاد الديني. مين أول شخص اكتشف إن أنتي صوتك حلو وينفع في مجال الإنشاد؟ هو في المدرسة، بين أصحابي. كنت أساساً اكتشفت صوتي في ست الحبايب، وبعد كده بقى يعني ابتديت إن أنا دايماً أقدم إنشاد ديني وحبيت. طب ليه دخلتي في مجال الإنشاد رغم إن صوتك حلو كان ممكن يعني تغني في حاجات تانية؟ ليه اخترتي مجال الإنشاد بالتحديد؟ هو أنا كنت بقول إنشاد وكنت بحب إن أنا أسمع طرب، يعني عبد الحليم وأم كلثوم، فما كنتش بسمع أغاني، أنا كنت بسمع طرب وإنشاد ديني. طب زي بقى دخلتي مدرسة الإنشاد أو دخلتيها من إمتى؟ أنا بقالي سنة في مدرسة الإنشاد بتعلم المقامات الصوتية ودخلتها من سنة. شايفة المدرسة أضافت لك إيه من علم واجتهاد في مجال الإنشاد الديني؟ لا، استفدت طبعا. أنا كنت زي ما بقول لحضرتك كنت بنشد، بس أنا ما كنتش بعرف طبقات، كنتش بعرف مقامات صوتية، كنتش بعرف أوظف صوتي فين. فطبعا ده المدرسة الإنشاد أضافت لي ده، فبجد كان من أحلى الحاجات إن أنا أدخل المدرسة. وطبعا الشيخ محمود ياسين استفدت منه كتير، وبحضور طبعا الشيخ طه الإسكندراني، فلا هي أضافت لي كتير. طيب ازاي قدرتي توظفي صوتك من خلال المدرسه، او اللي اتعلمتيه من المدرسه فعلا قدرتي ان انت توظفي صوتك في مجال الانشاد الديني ومجال المقامات كمان؟ طبعا السمع الكتير للابتهالات والموشحات ده خلاني مع الاستمراريه، وان الواحد بيتطور مع الوقت. وطبعا في مدرسه الانشاد هم بيعلمونا كل حاجه، والسولفيج طبعا على ايد الدكتور محمد العجيمي والدكتور عثمان، يعني هم اضافوا لينا برضو حاجات كتير جدا، وهم جايين كمان من مدرسه من الموسيقى العربيه. فمدرسه الانشاد الديني كان فيها مميزات كتير قوي. طب اختاري مقام وسمعينا حاجه من الاناشيد وقولي لنا ازاي قدرتي توظفي صوتك فيها. مقام النهاوند بحبه جدا مع ابتهال امدح المكمل. طيب نسمع حاجه. امدح المكمل احمد الرسول، النبي المفضل صاحب القبول، الغمام ظلل دونه يحول، من به تمثل نالكم.
شاء الله عليك، يعني رائع جدا صوتك كمان، وقدرت ان انت توظفي صوتك بشكل مناسب. شكرا لحضرتك. طيب قولي لنا، انت شايفه مين قدوتك من المنشدات او المبتهلات او حتى منشدين ومبتهلين؟ انا بحب نصر الدين طبار، بحب جدا النقشبندي، طبعا ما فيش زي حنجره الشيخ النقشبندي، فبحب اسمع له جدا جدا الابتهالات والموشحات. شايفه مستقبلك ازاي في مجال الانشاد الديني، او ايه هي طموحك؟ والله بتمنى ان الجيل اللي احنا يكون فيه ان هم ما ينسوش جدا التراث، طبعا الانشاد الديني وحاجات احنا المفروض ان هي بتعلمنا قيم واخلاق، وان هي تفضل مستمره على مدار السنين. نشكرك شكرا جزيلا منار أحمد وكسام الطيبة. شكرا. منار كانت موهبة حديثة التخرج من مدرسة الإنشاد الديني، وإن شاء الله يكون ليها مستقبل باهر وكبير في هذا المجال، مجال الإنشاد الديني. انتظرونا وموهبة جديدة من مواهب مدرسة الإنشاد، ودمتم في رعاية الله وأمنه. بتغيب علينا وبتجرنا وبنستناك، بتغيب علينا وبتجرنا وبنستناك، وفي السنة مرة تزورنا وقلوبنا معاك من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. أهلا رمضان جانا قولوا معنا، أهلا رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معنا، أهلا رمضان.